مالك وسعيد بن المسيب.
يا إيما هذا كتاب الاختلاف فما تقول فيه؟ ما شاء الله جميل، لا تسميه كتاب الاختلاف بل سميه كتاب السعة. لا ينبغي للفقيه أن يحمل النص على قوله أو في المسائل المختلف فيها بين السلف. وقد بلغني عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن هناك رحمة للأمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. قوموا بنا إلى الصلاة. التقوى إذا كثر الخطأ.